scène de fraternité rassurante entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde, un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. La haye jig, l'histoire شويه tragique, على match عجيب بين الجزائر والإيجيبت, شكون اللي راح يجيب الطلعة حتى لا كوبا, الناس كلها يجين ما بقاتش لعبة تاع فوتة, بداو هدفو بالسبان في الجورنال, عدلي ولا شهر نهار غير يشعل هنا في النار, عم بالي سي نورمال كاين عباد تارود بسني, سامحنا يا كنا نقولو كاينو موالي سبورتيف, بصح يا لطيف كي الجزائري وصل لمصر عطاوه بالضرب وكان البوس كامل مكسر, داروا له امبوسكات من الطرق تاع المطار, باللي بلون بالحجاره بالصخور وباللي بار, اللي كي راسو نار يبدم يجري في الراس, مزيان لي كاميرا كانوا حاضرين الدم سير بلاصه, العالم كامل شاف الظلم اللي قاعد يسرى, ما كان لا الشرطه ما كان لا امن يدير العصه, فهمنا العفسه وحايد حبوا السابوطاج في الطريق في اللوطير في الليفستير حتى في الصطاد, ربي سطار خطك كان هداك السكور, كل ما كانش هداك السكور الله اعلم واش حيكون, مالكري هذا كل سيبورتر تاعنا عناوه, قدام 80,000 دايرين فيهم حي حماوه, الشرطه داتهم للاحياء الشعبيه وقالت الناس هاي حافلات جزائريه, افعال اجراميه افعال جامي شفناهم, احنا يا اخوه كي جاو لبلادنا ضيفناهم, شكون اللي فاهم شكون يفسر هاد الاعمال, بصح معليش موعدنا بعد ربع ايام, خطاك الشعب تاعنا كاس كان معوله, المورال هوده بصح لراج بدات تهوله, حب يحول هاد الهزيمه الانتصار, كان مصممه وبعد جوج كبار تاع انصار, مال الشعب مطار شعب كل مع القضيه, وشرجي طيارات المدنيه والحربيه, مظاهرات شعبيه في كل الولايات في كل بلاد, خرجوا العباد بالعلامات, الدنيا خضرا وبيضه والناس كلها نايضه قلوبها فايضه, عيطوا كل في نفس العيطه راهي خايضه, باش يروحوا للسودان الجيش الشعب معاك يا سعدان, ورحنا للسودان بالمئات والالاف, مع الدخله ديجا اللي يشوف الغاشي منه يخاف, حط مخيمات هرب هرب اي خلاده, اللي كانوا يحلوا فمهم كي الخرفان تخبات, في اليوم هذاك الغاشي كل راحوا على الصباح, وحال يصبروا فتحوا البيبان تاع الصطاد, اترفعت الاصوات 10 سوايع قبل ما تبدا, الخضره والبيضه في الملعب راهي مقلبه, يصفر الحاكم ويبدا الماتش, حاله كيما دي في التاريخ السير ما صراتش, شفنا اللاعبين تاع مصر مرتاحين, وتيعنا مساكن من الضرب مازالوا مجروحين, المهم كي ديمارات الفريقين في زوج لعبوا في زوج تعبوا في زوج, نعتوا وترعدوا وحنا يا مع صيفي شعره مور قريب ماركينا, وهما بابو دريكا قريب لكن ماركاو علينا, هذيك الليله عقبنا حاكمين قلوبنا, ما كناش عارفين حتك من الحزن ولا الروبله, جينا برودة كل ما يقربوا هما للشبكه, عمزي الشاوشي من يصدم وحده يشفتها حتى نوجدها في السنتر, حسن المكني مكني دورها ويباصي كريم زياني كريم زياني, يرماها لعنطر يحيى يحكم عنطر يحيى ويسيب ضربك احلى, جول جول تاع الصغار بيت روعة خلاه من الكبار من الكبار, يروح الدمار الهم والغش كل شطار, وتخش البالون في الشبكة فار الشيطان, الشعب كله طار قول صرعنا انفجار, شعل في مجال ذو القنابل تاع الشار, هذاك النهار جامي جرات الدنيا لهبت, الناس في الطريق يهبلت ونصها كلها هبلت, بصح عندك اي مازالت لا دوزيام ميطون, الشيخ سعدان لازم يخدم ديفونس اون بليطون, مش لازم باتمون الفريق يزيد يتكلح, لصقوا الدفاع بالاسمنت المسلح, مش لازم يماركيو كيف مرة الاخرى, يلفون بقوا صامدين حتى نتفض دقيقة الاخرى في الوقت الضايع, بالك لا يماركيو البيوت او فض الطوبر دو سيمبلي سيمبلي يا الاربيتر, ويصفر الحاكم وتجينا لا ديليفرونس, وتروح لا سوفرونس تقول شعلونا بالليسونس, كل جزائري خرج صح واش كان في قلبو, الهموم البروبلام والمشاكل اللي كل تلمو, الناس خرجوا يجريو الكل في نص الطريق, داروا ديكورتاج والديفيلي كنقولو الليل, الكل فرحانين هذايا زمان تاع هبال, غير الاعلام فوق الاعلام غير النجمه والهلال, بصح
الصحفي مصر بيان سور كانوا في الضيقة، أول انتقاداتهم على تشكيلة الفريقة، ومن بعد عاتبوا الحكومة المصرية اللي ما عاونتش أنصارهم كيما السلطة الجزائرية. بصح اليوم وغدوة أي تبدلت العقلية كي دخلت في اللعبة أيادي إسرائيلية بقناة فضائية وقصص خيالية، وتهموا الجزائر بالخيانة الأخوية، وتهجموا بقوة على الحقوق والحرمات، وشتموا الشهداء والمليون ونص اللي مات. صور في انترنت وجابوا شهود عيانة، وفخموا ضخموا خرافات ودعايات، الهدف منها هو تفجير هذه الأمة، غرس الحقد والبغض فينا بالدمة، نهك الأعراض ولا قطع العلاقات، هذا مشروع يهودي على لسان الأعراب. خسارة أعضاء بزاف طاحوا في الفخ، الرسول وصانا انت يا أخ وانا يا أخ، وفي آخر المطاف فرقنا في وقت قياسي، ودرنا ضباب أصل تاعو غبار سياسي. يا ناس دي كلها السيناريو عجل مصالح، دايرين صوالح به المشروع يبقى صالح، لازم نتصافح خطاك الحل في يدينا، والشي اللي فينا هو القضاء على هاد الفتنة. خطاك لسويت نعرفوها راهي خايبة، تتخلط الأمور والدعوة تولي خايدة، الضحايا تاعها هم عباد أبرياء، والمستفيد سياسيين وأثرياء.